السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الدرس 31 من دروس الرياضيات للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. عنوان الدرس: حساب فرق عددين دون احتفاظ بتوظيف التقنية الاعتيادية. أهداف الدرس: يوظف التقنية الاعتيادية للطرح دون احتفاظ لحساب فرق عددين من 0 إلى 99. أكتشف وأتمرن. أولا، يملك مهدي 9 دراهم. 9 دراهم. اشترى قصة ب5 دراهم. كم بقي له؟ بقي له 9 - 5 التي تساوي 4 دراهم. ثانيا، صعد 7 ركاب إلى حافلة فارغة، عدد مقاعدها 43. أحسب عدد المقاعد التي ستبقى فارغة. إذن 43 - 7 التي تساوي 36. ثالثا، ألاحظ اللوحة على الطريق وأحسب المسافة بين المدينة المحمدية ومدينة الدار البيضاء. نلاحظ أننا في الرباط، هناك لوحة تقول لنا أن المسافة من الرباط إلى الدار البيضاء 95 كيلومتر، ومن الرباط إلى المحمدية 63 كيلومترا. إذن ما المسافة بين الدار البيضاء والمحمدية؟ هي 95 - 63 كيلومترا التي تساوي 32 كيلومترا. رابعا، أنجز العملية الأولى: عدد ما زائد 7 تساوي 69. إذن لدينا الوحدات، عدد ما زائد 7 يساوي 9 يعني 2، والعشرات عدد ما زائد 0 يساوي 6 يعني 62. العملية الثانية: 69 - 7. نقوم بطرح الوحدات: 69 - 7 تساوي 2، و 6 - 0 تساوي 6، إذن 62. 24 + ماذا تساوي 76. إذن نقوم ب 4 + ماذا تساوي 6، 4 + 2، و 2 + ماذا تساوي 7، 2 + 5، إذن 52 وليس 32، قد قمت بخطأ. 76 - 24. 6 - 4 تساوي 2، و 7 - 2 تساوي 5، إذن 52 أيضا هنا خطأ. 8 - 5 تساوي 3، و 5 + ماذا تساوي 8، 5 + 3. خامسا، أكتب الأرقام المناسبة في كل عملية طرح. 45 - 21 تساوي 5 - 1 تساوي 4، و 4 - 1 تساوي 2، إذن 24. ماذا - 4 تساوي 5، و 9 - 4 تساوي 5، و 6 - ماذا تساوي 3، 6 - 3 تساوي 3. العملية الثالثة: 97 - ماذا تساوي 42، 7 - ماذا تساوي 2، 7 - 5، 9 - ماذا تساوي 4، 9 - 5، إذن 55. 8 - ماذا تساوي 1، 8 - 7، وماذا - 3 يساوي 4، يعني 7 - 3 تساوي 4، إذن 78 - 37. ماذا - 5 يساوي 21، إذن هنا 26 - 5 تساوي 21. أستثمر. أولا، أحسب المبلغ المناسب في كل حالة. الحالة الأولى: اشترى مهدي قلما ب3 دراهم. أعطى للكتبي قطعة نقدية من فئة 10 دراهم. كم سيرجع له الكتبي من درهم؟ هو 10 - 3 التي تساوي 7. اشترت ميساء قصة بثمن 22 درهما، أرجع لها الكتبي 3 دراهم. إذن كم أعطت للكتبي؟ 22 + 3 التي تساوي 25 درهم.
اشترت نهى كتبا مدرسية بثمن ما، أعطت للكتب 85 درهما، أرجع لها 4 دراهم، إذا اشترت ب 85 ناقص 4 تساوي 81 درهما. ثانيا، يبلغ عمر أبي أحمد 67 سنة، ويكبر ابنته فاطمة ب 41 سنة، كما يكبر ابنه إبراهيم ب 52 سنة. أحسب فارق السن بين فاطمة وإبراهيم. إذا فارق السن هنا هو 52 ناقص 41 الذي تساوي 11 سنة. ثالثا، ألاحظ وأكتب الأعداد المناسبة في كل عملية. العملية الأولى 65 زائد 32 تساوي 97، جيد. العملية الأخرى 97 ناقص 65 سوف تساوي 32، وهنا 97 ناقص 32 تساوي 65. هنا 45 زائد 23 تساوي 68، إذا 68 ناقص 23 تساوي 45، وفي الأخير 68 ناقص 45 تساوي 23. أتذكر عندما أضع عملية طرح أكتب أكبر عدد وأطرح منه العدد الآخر. 67 ناقص 32 تساوي ماذا؟ إذا أطرح الوحدات من الوحدات، 7 ناقص 2 تساوي 5، ثم أطرح العشرات من العشرات، 6 ناقص 3 تساوي 3، إذا النتيجة هي 35. الطرح سوستراكسيون، وحدات يونيتي، عشرات ديزاين. نشاط ينجز خلال حصة دعم الدرسين 31 و32. أضع وأنجز كل عملية. 8 ناقص 40 تساوي ماذا؟ تساوي 40. 88 ناقص 23 تساوي ماذا؟ أن الوحدات 8 ناقص 3 تساوي 5، والعشرة 8 ناقص 2 تساوي 6، إذن 65. 98 ناقص 92 تساوي 2. 86 ناقص 5 تساوي 81. 79 ناقص 41 تساوي الوحدات 9 ناقص 1 تساوي 8، والعشرة 7 ناقص 4 تساوي 3، إذن 38. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.